خلال اتصال هاتفي مع برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. قال أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين إن الوزارة لديها الآن خطة تحضيرية لإعادة افتتاح المواقع السياحية في المملكة ضمن إجراءات الصحة الوقائية وشروط السلامة العامة، حيث يتم التركيز في الخطة الجديدة على الأماكن الدينية في المغطس ومكاور ومادبة وسيدة الجبل في عنجرة وغيرها، مضيفا أن الوزارة أطلقت مؤخرا برنامج أردننا جنة لتشجيع السياحة المحلية في المملكة. السياحة الدينية بشكل خاص الوزارة تولي هذا الجانب جل اهتمامها صراحة من قبل حدوث الفاجعة بكورونا. كان هذا الجانب أحد المحاور الرئيسية في خطة عملنا للسنوات القادمة، ولكن بالذات في 2020 بحيث يكون هناك خطة مسارها سريع لمسار أو درب الحج المسيحي. وفي والحمد لله بلدنا تزخر بالعديد من المواقع، صحيح هناك 5 مواقع تم اعتمادها من الفاتيكان، ولكن أيضا هناك العديد من المواقع التي لم تعتمد كمواقع حج ولكن هي مذكورة في الكتاب المقدس في العهد القديم أو العهد الجديد. هناك خطة طموحة، نتمنى أن نكون على قدر المستطاع بتوفير الموارد المالية أيضا والبشرية لتشغيلها وإدارتها وتسويقها أيضا. والجانب الثاني مرتبط بأنه إحنا هذا الجانب جانب السياحة الدينية أيضا أدرجناه في برنامجنا للسياحة المحلية هو أردننا جنة، وهي السنة كان أيضا واستمناه بأردننا بخير أساس أنه نعطي إشارة أنه الأردن بخير، وهذا البرنامج مدرج على تطبيق أردننا جنة جنة دوجو. ويمكن للأشخاص الراغبين كمجموعة وكذا ترتيب هذه من خلال الدخول على التطبيق وترتيب رحلتهم كفرد أو كعائلة أو كمجموعة. ومن جهته أشار السيد عوني قعوار رئيس جمعية السياحة الوافدة في المملكة إلى قرب انطلاق سياحة المغامرات والمؤتمرات والأهم من ذلك السياحة الدينية، كما أعلن قعوار عن قرب فتح مطار الملكة علياء الدولي في عمان في منتصف الشهر المقبل استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية المؤجلة. بالأمس كنت بحكي مع الكابتن هيثم مستو، سألته سؤال عام، فمتوقع بين 15 تموز لقبل آخر تموز يفتح، هذا توقعاته هو. بالنسبة له فطبعاً المطار مربوط بأمور الجائحة وأمور التطورات المحلية، وإن شاء الله بنأمل أنه يعني مبارح كان في حالة تفاؤل، كان عندنا حالة صفرية من يعني، والحمد لله إذا استمرينا بهالوضع قدرنا نسيطر على الوضع إن شاء الله يعني نقدر نشتغل بسهولة أكثر. يعني دول الجوار لبنان مثلا بواحد تموز راح تفتح المطار بطاقة 10%، مصر بدها تفتح إيجيبت إير برضو بواحد تموز، كل الدول المجاورة راح تفتح قريبا، في شيء أوروبا راح تفتح مطاراتها وإلى آخره، ولكن احنا في حالة حذر في تدابير يجب ان نكون حذرين جدا، لانه احنا باخر 4 أشهر الحكومة قدرت وزارة الصحة مشكورة قدرت تسيطر على الوضع الوبائي بشكل جيد، كل التدابير اللي اخذوها كانت ممتازة، ودرنا نعتبر حالنا من التوب كانتريز في العالم اللي قدرنا نحتويه، وهذا الامر لازم نستغله. هلا بنحكي بالسياحة، احنا السياحة الوافدة بشكل عام توقعاتنا راح ترجع يعني بشهر آذار 2021. هلا ممكن يجي شغل خفيف بأكتوبر، ولكن راح ترجع بداية قوية إن شاء الله بآذار. كما تحدث الباحث والكاتب السيد فادي حداد عن كتابه رحلة الحج المسيحي إلى الأردن، والذي شرح فيه باللغة الإنجليزية عن أهمية الأماكن الدينية الأردنية في الكتاب المقدس، وقال دائما كانوا يسألون السياح يعني في كتاب كل هالحكي اللي بنسمعه والمواقع والآيات، هل في كتاب بجمعها كلها؟ فخطرت ببالي الفكرة وشجعونا الأصدقاء يعني الزملاء، وطلع الكتاب والحمد لله يعني ما كنت أتوقع يعني إنه هيك يمشي، لأنه أنا عملته سيلف بابليشينج يعني تقريبا أنا طبعته
نعم. ما كان في حدا سبونسر أو شيء، فالحمد لله يعني ماشي. والأردن زي ما تفضلتي يعني إحنا قدرنا نحطه هلأ على خارطة السياحة والحج المسيحي للأراضي المقدسة. المفهوم الأراضي المقدسة كان بالتأكيد طبعا القدس هي مركز الإيمان المسيحي، بيت لحم، الناصرة. والآن استطعنا إنه شوي شوي السياح عمالهم بيجمعوا زيارة فلسطين مع الأردن. يعني إحنا سياحتنا الدينية برضو، يعني اللي بيجي هون سياحة دينية بيكونش لحد الآن ما بيكون جاي بالذات على الأردن فقط، بيكون يعني مشمولة أكثر من بلد تقريبا. مصر، الأردن وفلسطين هي محور الحج الديني للأردن. فيعني الحمد لله الأردن الآن صار لكثير من السياح، ونتأمل إنه نوصل لعدد أكبر إن شاء الله، إنه يضيفوا المواقع. ومش بس المقطس على فكرة، يعني إحنا دائما بنحكي بدنا نطلع على المقطس ونروح على المقطس، وجبل نيبو بجوز طبعا بيجي زوار أكثر من المقطس، لكن عندنا أماكن كثيرة ممكن الناس تزورها، والأجانب يعني عمالهم شوي شوي بتعرفوا عليها وبضيفوها لرحلاتهم. واختتم برنامج صباحكم نور اتصالاته مع الأكاديمي الدكتور محمد وهيب، الذي وصف الأردن بمتحف تاريخي وأثري نادر منذ 7000 عام، لافتا إلى وجود العديد من المواقع الأثرية الهامة فيه، كموقع عين غزال بعمان الذي يوجد فيه أقدم معبد على سطح الكرة الأرضية، واصفا الأرض الأردنية المباركة بأنها منشأ الحضارة الأولى في التاريخ البشري، وملتقى الأنبياء والرسل الذين وجدوا فيه متنفسا ومستقرا لهم. الأردن يعني المتصفح لتاريخ وحضارة الأردن ونتائج الاكتشافات والتنقيبات الأثرية والمسوحات والدراسات الميدانية ومراكز الأبحاث وما نشر عنه في المجلات العلمية العالمية والكتب والمقالات، يعني يصاب أحيانا بالدهشة والذهول من عظمة هذا الإرث الحضاري المتفرد، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي العربي بل على الصعيد العالمي. ولذلك نجد أن الكثير من المواقع في الأردن هي من المواقع المستحقة لأن تكون على قائمة التراث العالمي. لدينا الآن 5 مواقع على قائمة التراث العالمي، ولدينا 5 مواقع للحج المسيحي في الأردن، لكن حقيقة يوجد مئات المواقع التي تتميز على صعيد دولي عالمي، يعني لا يوجد في العالم شبيه لها. ولا وأستطيع أن أقدم نماذج ومعلومات لمدة يمكن 4 ساعات متواصلة. يعني إذا بنرجع للعصور الحجرية ل8000 عام قبل الميلاد، بدي أخذ بس موقع، والأردن بها مئات المواقع من العصر الحجري. نأخذ عين غزال. هذا الموقع كان فيه أول شارع في العالم، وهذه حقائق علمية منشورة في مجلات أوروبية وأمريكية وفي الأردن في حوليات وزارة السياحة والآثار. أقدم شارع عرفته البشرية وخططه يد الإنسان كان هنا في الأردن في عين غزال، هذا الموقع الذي نمر عليه صباح مساء في ذهابنا وإيابنا من عمان إلى الزرقاء. وهذا الشارع تم تصويره وتوثيقه. وأيضا عين غزال فيها أقدم معبد يعبد فيه الله على سطح الكرة الأرضية. الإنسان الأول عندما استقر في منطقة عين غزال، والاسم حديث يعني إلى الغزلان التي كانت ترد مياه ينابيع عمان في شمال عمان، فهذا الموقع فيه معبد. كان الإنسان الذي يقيم في هذه الأرض المباركة يوازن ما بين الجانب الروحي والجانب المادي. الجانب المادي الحياة الزراعية والنشاط اليومي والعمل، والجانب الروحي هو العبادة التي يتواصل فيها مع الذات الإلهية. ولذلك أيضا ليس فقط أقدم معبد يعبد فيه الله على سطح الكرة الأرضية في الأردن، أقدم تماثيل على شكل إنسان صنعها الإنسان على سطح الأرض هي في عين غزال في الأردن. هذا التفرد تميز، أنا بحكي بالعصور الحجرية لسه ما دخلتش، عندنا حوالي 10 عصور بعدها. وأيضا عندما نظرنا إلى فن هندسة العمارة في عين غزال في
في عمان، البيوت الدائرية، البيوت المستطيلة، البيوت المربعة، البيوت التي أحد جدرانها منحنية نسميه أبسايدل، نظام هندسي رائع دقيق جدا، والبيوت متلاصقة حتى تشكل حماية لبعضها البعض. وأيضا يوجد من الداخل إقصارة، يعني يجوز بعض بيوتنا إحنا هالأيام مش مكسورة من جوا أو مكسورة ومش مدهونة، بيوتهم من الداخل مكسورة ثم مدهونة بالدهان الأبيض ثم مزخرفة بأكسيد الحديد الأحمر. إذا هذا الإنسان الذي كان بثمانية آلاف عام قبل الميلاد في بدايات تكوين البشرية على سطح الأرض كان إنسان متطور متقدم، ولا أبالغ إذا قلت إن الحضارة قد انطلقت من هنا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية من الأردن، وهذا ليس فيه مبالغة لأن كل العالم عندما يكتب يوثق أن الأردن كانت منشأ الحضارة. أنا أتحدث فقط عن عصر واحد، ولذلك هنالك عشرات العصور التي يفترض أن أتحدث بنفس الطريقة عنها.